seeing you for the first time may be something of a shock to him. I think I understand, Doctor. He's been looking forward to your arrival with great eagerness. Hey, you all right down there? أول عرض اللي كابتن زعتري في الميدل إيست والجمهور العربي أول مرة هشوف الفيلم ومتحمس طبعا جدا عشان ده كان حلم اللي احنا نشارك اللي احنا بنعمله مع الجمهور أكتر حاجة تسعدنا إنه الفيلم اللي بيتعرض النهاردة في مهرجان الجونة يبقى ابن منصة الجونة السينمائية دي حاجة عظيمة جدا وإحساس جميل إن احنا فعلا اللي بنوعد بيه بنعمله يعني بنكمل المسيرة مبسوطة ان احنا نشوف الفيلم مع الناس ومحمود وفوزي قصتهم كل الناس هتشوفها هي فكرة انهم يدعموا اي حد عنده مشروع لسه بيدور على تمويل دي حاجة مهمة قوي او مشروع ابتدوا يصوروه مش عارفين يكملوا الانتاج بتاعه فيلاقوا لهم كراود فاندنج يعني ان احنا اي حد ممكن يساهم في انتاج الفيلم ده دي حاجة مهمة قوي انك بتسهل للصناع انهم يوصلوا الرسالة بتاعتهم عارف ان هيبقى في افلام تانية كتير دخلت سيني جونة وخدت دعم وهتبقى موجودة خلال السنين الجاية عشان تزود المكتبة السينمائية سواء بأفلام تسجيلي أو أفلام روائية مهرجان الجونة بيصنع filmmakers international اللي حصل معايا هنا لما شاركت في تطوير الفيلم عرفني على كل السيلز ايجنت والكوبروديوسرز والجهات اللي دعمتني في بعد كده انا شايف اللي احنا في خلال كام سنه هيبقى عندنا افلام كتير جدا في كل حته في العالم وهنبقى عندنا افلام بتشارك بتبقى موجوده في السينمات في كل حته في العالم وده عشان السوق اللي بتفتح لنا هنا